Hi. Surprise, motherfucker. Fuck you! هلا والله، حي الله الشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا هذا الجيم الاخير سديت الصوت مالتي، ما ضفت على الموسيقى وحبيت انوه على كم شغله. الشغله الاولى يا شباب اللي هي بهاي القناه الجديده، جاي نزل يوميا جيم ام بيها، يعني هن جيم واحد نطبقهن اثنيناتهن سوا، اما تي دي ام او وار او كويك ماتش او بوليت اكشن او موني زون، وننزلهم بالقناة. الشغلة الثانية ما شاء الله هالأيام كثرانين هواي كاشفين الهكر، يا ريت كضة مسوي روحه كاشف هكرية ويعلل ويعطي نتائج من يمه، وهذا هكر وذاك هكر. طبعا صراحة الشغلة أبد مو حلوة صارت باللعبة، لأن ذول إيش ما جاي يكثرون، جاي اللعبة تكثر هكريتها. شلون؟ هذا من يطلع يجي يقول فلان هكر، فلان يوتيوبر هكر، فلان يوتيوبر هكر، شلون شافه، شوفوا الايم مالته، شوفوا كذا. هذا راح يشجع المشاهد المقابل على انه يعتقد الناس كلها هكر، هو رأسة نفسه هذا المتابع يروح يشق الهكر وينزل باللعبة، فيصير تشجيع للمتابعين. وصارت هذا كاشف الهكرية سوى بالعالم ودمر العالم دمار، الله وكيلكم، خلى نص الوطن العربي يفعل هكر، هو هذا نفسه كاشف الهكرية كلها بسبته. كانت ما بيها اتشل، لا ما كان هكر هالقد بيها، يعني اكو هكر بس قليل. هذا شنو جاي ينزل سيرفر حاسبات بالغران من 7 بالليل لحد 2 هكر ورا هكر، يعني ما يخلص سيرفر ابد، مليان مليان 99% هكرية. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي هي مال ذول اللي نشرون بالفيسبوك، يجي وقال قتلت فلان يوتيوبر، قتلت مليون روسز، هو لو مو هو، شوفوا هو لو مو هو، بيكاتشو لو مو بيكاتشو، ابو خليل لو مو ابو خليل.
احمد البياتي لو مو احمد البياتي يا اخي انت من جاي تسوي جاي تحس ولك هي ابو وجه مدبق انت من جاي تسوي هيك جاي تحس شنو معناته يا اخي ناس اتها غنوات تحب تشارك محتواها وياكم للونس لا اكثر ولا اقل تحب تنعرف عن طريق اليوتيوب فلان لاعب خوش يلعب لا اكثر ولا اقل هو يا اخي يبغى لاعب حاله من حالك يبغى يتدمج او ويعالج نفسك وحتى طلق على الله وكيلك من يرمي يخلص ترى اليوتيوبر هو يعني مو اله مع اللعبه يعني حاله من حالك بشر حاله من حالك ها او يجي ثاني ينشر هذا تم الدعس على كلان الاي سي تي اس وتم يا اخي هاي شغله مزعطه يا اخي هي لعبه احنا ناس جايين داخلين نتونس ونكل من يذكر صاحبه بخير ونطلع بعد دعست على الا الهكر الهكر انا اقول لك الهكر نزل علي اكثر من مقطع وكلت ايدك بس انت مالت يوتيوبر يا اخي يوتيوبر حاله من حالك يعني حاله من حالك لاعب يلعب وايضا ينزل ويشبع موت الله وكيلك مثل ما انت تموت ومثل لعبك واللعبه ما بها احتراف ولا بها جسمه ترى هاي كلها كذب لاعب تلقاه سريع رده فعله سريعه هاي الفرق بينه وبينك بس ما تجي تقول له محترف كذب خليه يصير قبالك طقه راسه يطيح ويتناوك وراسه تنفنش يعني ماكو شيء اسمه احتراف قلت لك الاحتراف فقط برده الفعل رده الفعل اللاعب يكون سريع اي ما حلو يسيطر على اللعبه يفتهم شلون من يبوش يفتهم لعب الخصم المقابل هاي الفرق بينه وبينك ماكو احتراف شيء اسمه بهاي اللعبه ما دام لعبه حربيه ما بيها احتراف شلون بالجروبات تم الدعس وتم الدعس او هذا ابو خليل خطير المسكين القرآن مسكين يا اخوان هذا ابو خليل بالقرآن يعني من نشوفه تلعب حتى نفسك بالبث مالت يعني ينزل لخطيه روم 100 نفر يركضونهم مرتين اربع نفرات وكل ساعة وجولة ولو نوك لك ابو خليل عبالك محرر فلسطين من الاسرائيليين يا اخي شنو السالفة ترى هو كله نرجع ونقول لاعب عم حالة من حالك تجون تركضون وراه ومفعلين هكر وجايبين هكر وياكم مزلقون برواحتكم مش بيكم عمي دا ركدوا خلوا الناس تتونس ما يصير هيك يعني انت مش جاي تعزل تجيب لك وياك جماعة وشونه ابو خليل اكستريم سنايب ما اعرف شنو شفناه بفلان مكان مشونه اله بوش له تعال والله نو اكتبوا خليل بالقرآن انا نو اكتبوا خليل انا بطل نو اكتبوا خليل يا اخي جاي تحس انت من تسوي هيك ترى والله ما بيها طول الشارع الله وكيلك يعني لو تقتل هسه 100 يوتيوبر ينزلون ضدك روم وتقتلهم بالقرآن ما تعتبر لاعب لا تعتبر اي شيء هي قلت لك لعبة مال ونسة انت لا تخلي ببالك تحدي ولا تخلي ببالك انها على مستوى عالم وهذا كتني كويت وكتني سعودي خليها ببالك لعبة عالفترة جاي داخل تتونس وشوف لعبك شلون يتطور دخل عالفترة لعب اليوم داخل اتونس واطلع لا شغلة يوتيوبر ولا شغلة فلان وعلان خلي ببالك هيجي وشوف شلون راح يصير لعبك خرافي بس اذا تخلي انت ببالك مثل الروم مال ابو خليل هذا المسكين خطيه بالقران خطيه يعني 100 لاعب يا ابو خليل ابلع والله حبان ابو خليل بالقران يعني شخص محترم كلش ف 100 لاعب يعني على هذا المسكين خطيه تركضون وراه اشتردون من عده طالبين الثار خطيه وين ما ينزل حتى ظل الشاشه مالته يستها من يريد ينزل مل من عندكم مل عمي مل 100 تركضون ورا وين ما يطيح وطحتوا ورا ولو بالبث تتابعون من غير موبايل وجيتوا ورا طايرين بس تريدون راس ابو خليل عبالك الزير سالم ابو خليل هو كله لاعب حاله من حالكم خلوه ينزل روم يا اخي تونس ينشر وضحكه حلوه يعني انا احبه اكثر يوتيوبري انا اتابعهم ترى مو لعبهم الحمد لله والشكر عندي اللعبه واقدر العب ما عايزني شيء لكن اتابعهم الطرافتهم بالموضوع التواضعهم والسالفتهم وضحكتهم لجل هذا الشيء احنا نتابعهم ترى لا عبالك نتابعهم حتى نصير محترفين وهسه اكثر العالم هاي الجاي تتابع يوتيوبري مجاي يتابع ويطلع ما كل اليوم لاعب تابع ليوتيوبر وطبق مثله وصار مثله يلعب فاحنا جايين نطوب نتونس ونطلع للعبة فاتابعهم قلت لكم على مود الضحك السالفة الحلوة اللي عندهم هاي الروح الدعابة اللي عندهم حلوة فاحنا نتابعهم لجل هذا الشيء
فانتوا بتجون خطى يمين تركضون وراها المسكين المسكين هذا والقران بالغران. اول امس شفت لبث ما ادري الغبله يعني صدق من يوم وجدت يعني نزل بوشنك خطيه. يا الله السووي يا محمد السيارات طبقت يمه جراج الجراج الموح طبقت يمه سيارات الاف السيارات جت علي والله شيني يريد يقتلونه بخليل وتيمه والله ما ادران يعني هذا اللي يسويه الجاي يحس ما ادري يا خوي. القران هي لا بها تطوير الشارب ولا بها فخار وذاك تلت ابو خليل ترى ابو خليل يبقى لاعب حاله من حاله. لكن قلت لك احنا اللي نحبه عنده هو الابتسامه مالت حلو بشوشه حلو وجهه دائما يضحك عكس البقيه. يا شباب قبل نهايه المقطع اتمنى من عندكم لايك واشتراك اللي شاف المقطع وينشر بينه وبين جماعته حتى نستمر في تقديم لكم قيمة متنوعة كلاسيك أو غيرها وغيرها. فيا شباب نشروها بينكم وبين جماعتكم وسوونا دعم بيها لأن صراحة جاي نتعب بيها القناة مونتاج وقناة جديدة هي. فكل اللي نطلب من عندكم بس الدعم مالكم إن شاء الله وراح تشوفون شيء كلش حلو بالقناة وسلاسل جديدة يعني ما مطروقة باليوتيوب. إذا أكو تفاعل صار بالقناة إن شاء الله تنزل. ما قلت لكم يا شباب أهم شيء هو دعمكم إنه باللايك والاشتراك ونشر القناة. ولهنا يا شباب تنتهي الحلقة أو الجيم بلاي اليوم. نشوفكم بالجيم الجاي. سلام حبايبي.